منتصف القرن التاسع عشر اشتعلت حرب القرم بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية. شكل العثمانيون تحالفا واسعا ضم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وتونس ومصر. انضمام فرنسا كان للتصدي للطموح الروسي في تغليب الأرثوذكس عالمية، فجهز نابليون الثالث 300,000 مقاتل واختار لجيشه أفضل قادته العسكريين بالجزائر بسبب خبرتهم الميدانية. كانت الجزائر آنذاك ترزح تحت الاحتلال الفرنسي الذي جند آلاف الجزائريين لمحاربة الروس الطامعين في السيطرة على البحر المتوسط وتجديد الصراع مع الكاثوليك. دارت الحرب على الأراضي الأوكرانية بمشاركة 3,000 جزائري في الجيش الفرنسي، كانوا ممن عاونوا الاحتلال ضد المقاومة، وعرف المقاتلون الجزائريون بالتركوس لأنهم ارتدوا مثل لباس الجند الأتراك السروال والصدرية والشاشية الحمراء. أعلت الحرب مكانة هؤلاء بفضل دورهم في المعارك الفاصلة كمعركتي ويزنبرغ وفروش جايلر. في مارس عام 1855 كبد الرماة الجزائريون الروس خسائر فادحة، وفي يونيو سيطرت كتائب جزائرية على موقع روسي رئيسي لكنها فقدت المئات من عناصرها. ساعد الجنود الجزائريون على إسقاط سيفاستوبول، المدينة التي كان يحرسها 35,000 روسي، ونالوا إشادة واسعة من القيادة العسكرية الفرنسية وكرموا لقاء خدماتهم العسكرية.